بونسوار مسيو لو شلعوط جبران باسيل. يعني مش عارف اليوم عن جد قديه انا مبسوط ومش عاطي فرحتي لحدا، وقديش عن جد طالع من قلبي بدي اقول لك ميرسي ميرسي بوكو ميرسي ميرسي بوكو 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 ثانكيو ثانكيو فيري تاتش على الفرحه اللي انت فوتها على قلوب الشعب اللبناني اليوم. يعني اليوم فرحه الشعب اللبناني اكثر من فرحه العريس والعروس ليله دخلتهم. يا شلعوط، تتذكر الشلعوطين ونص اللي وصفتهم فيها للناس للسوار تحديدا؟ اليوم فوتوا لك عقوبتين ونص الامريكان، رحت بدك تحارب العالم وتقمع العالم، قاموا قمعوك هونيك محل وطرقوك عقوبات الى اول ما الى اخر، وان شاء الله بتجيب اجلك وبترجع لماضي عهدك ايام ما كنت تفتش على حدا يكفلك لتروح تشتري سيارك. مسيو لو شلعوط، انا عن جد بدي اقول لك كونجراتوليشن، بدي اقول لك I am happy for you، بدي اقول لك انا كثير سعيد لك. ان شاء الله تنام الليله باللقلوق، تفتح باب الشباك او عفوا تفتح الشباك وتتفرج على العقوبات كيف عم تنزل عليك. بس عن جد بليز، بما انه مدام ندى بستاني عندها عيله وعندها اولاد وكذا، فالا انه تخفف شوي جعدني على التويتر احسن ما يعملوا لها كمان كفين مرتبين ويطرقوها عقوبات مثل العقوبات اللي طالتك. قال مدام ندى بستاني، ما بعرف شو كانت شرباني، قال بيمثل الشريحه الاكبر من المسيحيين. لك انت ما بتمثل حتى زيمبابوي، بدك تمثل الشريحه الاكبر من المسيحيين. لك الشريحه الاكبر من المسيحيين بتبريه بانك الله لا يوفقك، الله يذلك، الله يذلك مثل ما زليت العالم، الله يفقرك والله يذلك اكثر واكثر. مسيو لو شلعوط، كونجراتوليشن مره ثانيه يا شلعوط، ومثل ما قالت لك امونز، نفخوك